سفارة فيحان، فيحان امباسي، لامباساد دو فيحان، جنرال بوتشاف فو فيحان، امباشادا دل فيحان، امباخادا دل فيحان، باسويسني فيحان، تاشي جوا فيحان. لا يا أستاذ أنا ما بحزقش، أنا بقولها لك بالصيني، تاشي جوا فيحان. أيوة طبعا عرفتك، منصور الترزي. آه طيب، يبقى فوت بعد نص ساعة يمكن يكون جناب السفير صحي من النوم. طيب. وادي المية السخنة، وادي المربى، وادي العيش، وادي اللبن. تمام. أوراق اعتمادك كسفير مفوض هتوصل إمتى يا خالد؟ بعد أسبوعين، بعد ما نخلص من تجهيز وتأسيس السفارة. سألي ليه يا حبيبتي عن أوراق الاعتماد؟ عشان يكون في ميزانية للسفارة نقدر نعين موظفين وعمال. دلوقتي فؤاد وحده بيقوم بكل حاجة، وطبعا ده كتير عليه. تعب عندكم راح. إيه؟ مالك يا رندا؟ سرحانة في إيه؟ لا ولا حاجة. لا أنا عارف كل شيء. لازم الخمس سنين اللي قضيتيهم معايا في المنفى أثروا على أعصابي. صدقني يا خالد ان انا نسيت متاعب النفي والتشريد لما كرمتك حكومه الثوره في فيحان وعينتك سفير لها في مصر. خالد دلوقتي انا بقى اللي اسالك، سرحان في ايه؟ بفكر في اعز شيء في الوجود عند كل الناس، الوطن. ده مكان نفسي بعد ما انتهت سنين النفي تشوف بلدك فيحان. تمام يا رندا، كان نفسي اخد اول طياره واطير على فيحان. دي جبنه؟ ايه مالها الجبنه؟ دويها. دي جبنه دي؟ امال ايه يا فندم؟ جمبري؟ طيب اتفضل دوق كده. خصم 3 ايام. انا اسفه، انا غلطت غصب عني يا فوفو. فوفو؟ ايوه. هاو دير يو؟ ليه بقى بتهزري حضرتك اثناء تاديه وظيفتك؟ يا شيخ خضتني، اللي يشوفك كده وانت بتشخط وتنطر ما يقولش عليك انك خطيبي. ستوبت عزيزه ستوبت، خطيبي خارج السفاره انما داخل السفاره رئيسك. عندي خصم 5 ايام. لا ده انت زودتها خالص، دي ما كانتش غلطه صغيره كده. الغلطة الصغيرة اللي قد كده يحصل منها مصايب قد كده. ازاي بقى؟ لو جناب السفير بعد ما يبلع الصابون حصل له مغص او تلبك معوي او امساك، عارفة النتيجة هتكون ايه؟ اجيب له دكتور. لا يا عبقرية هانم، النتيجة هتكون احتجاجات وانذارات وقطع علاقات ويمكن اعلان حرب كمان. يا نهاري، شرارة الحرب الأولى اندلعت ليه؟ ليه؟ لأن واحد مجنون ضرب ولي عهد النمسا بالرصاص. الحرب التانية قامت ليه؟ ليه؟ لأنه واحد نقاش مجنون حب يدهن العالم باللون الأحمر. أحمر؟ أهي الحرب التالتة هتقوم بسبب حتة جبنة. يعني يبقى في التاريخ حرب البوير،
حرب البثوث وحرب الجبنة الأومو. أنا عايز الفردة السليمة. سليمة؟ أي تفضل. دلوقتي بقى في توازن بين الفردتين. تفضل. مازيل هدى؟ نعم. اشتغلتي في سفارات قبل كده؟ لا، انا اتخرجت السنه دي بس من الجامعه. واضح، ظاهر، باين. هو حصل مني اي غلط دلوقتي؟ اي ايه ايه هو؟ انت بقول لي عليه من فضلك بسرعه. مازيل هدى. اللي يشتغل في السلك الدبلوماسي لازم تتوافر فيه ثلاث صفات: ما يسألش عن حاجة، ما يسمعش حاجة، ما يشوفش حاجة. يعني أبقى فرشة وعمية وخرسة وجثة هامدة وقت اللزوم. بصراحة أنا مش موافقة على الشروط دي. ما تعرضنيش من فضلك. المعارضة أكبر وأخطر عيب في العمل الدبلوماسي. يعني لازم أوافق على كل شيء سواء كان صح أو غلط من غير مناقشة. لو جناب السفير قال على الولاعة دي ترابيزة، تبص لها وتبتسمي وتقول يا سلام يا فندم، يا سلام على المفرش اللي عليها، في منتهى الجمال. براو. ايه رأيك في الطيارة دي؟ طيارة؟ هي فين الطيارة دي؟ يا سلام، مدهشة. دي حتى من النوع اللي يسبق سرعة الصوت. هايل. ايه رأيك في صينية البطاطس دي؟ الله، طعمة بشكل مش هطعم منك يا طعمة يا نعمة من نعم الله. ايه؟ ايه رأيك في صحبة الورد دي؟ يا سلام، أنا عمري ما شفت ورد أجمل من كده. الورد اللي على خدودك أجمل وأجمل. الله، أستاذ فؤاد، أنت جرى لك إيه؟ لما بشوفك مش عارف بيجرى ليه. من زمان. الله. وأنا حاسس بحاجات كتير، بس كاتم أحاسيسي. هدى، أنا معجب بيك من زمان. قتلني جمالك من زمان. إيه؟ زمان زمان يا سلاحي. اشتقت. اطلعي برا. ازاي تخش من غير استئذان؟ اما تدخلي لازم تخبطي. حاضر. خلي انيسه هدى، تعالي من فضلك. تاني واحده جناب السفير. اخ يا فستان يا فنان زيخ. عزيزه عزيزه، خليكي دبلوماسيه. حاضر، حاجه دبلوماسيه. لا 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 لا، بلاش الزهرية، بلاش. ليه؟ تعمل لي ارتجاج في المخ. عندك حق، زهرية ما تنفعش. انا هجيب لك اكبر سكين. استنى عزيزة. عزيزة ايه؟ انا هشرح لك كل حاجة. اشرح لي بقى بعد ما اشرحها. يا عزيزة انا بريء بريء. دي بنت صغيرة كنت بديها دروس. كنت بتديها دروس في ايه بقى؟ في الديانة؟ حد جاب سيرة الديانة دلوقتي؟ كنت بديها دروس في الاتيكيت الدبلوماسي.
اصلها غشيمه، كنت بمرنها على العمل. لا يا شيخ، وانا قلبي يستجري يفكر في واحده غيرك. ده انت روح وروح روح وحبك وغرامك هيطلعوا روحي. انا هجيب 15 يوم لغايه ما توصل اوراق الاعتماد. اذا كان في اي حاجه مهمه تقدري تتصلي بيا في اوتيل كاتراكت في اسوان. امرك يا فندم. ازاي بعتوا الميكروب ده؟ ميكروب؟ ميكروب ايه يا فندم؟ ميكروب خطير، ميكروب شنيع. مظبوط يا فندم، ده ميكروب خطير جدا. انا شايفاه عمال يلعب ويتنطط قدامي. ايه هو اللي شايفاه عمال يتنطط قدامك؟ الميكروب، الميكروب اللي في الجواب يا فندم. ده باين عليه ميكروب حمى خطيره. ده ألعن من الحميات اللي في الدنيا كلها. اتفضلي. ايوه يا فندم عارفاه. انت تعرفي صاحب الصوره دي؟ لا يا فندم، هو سيادتك بتتكلم عن الصوره ولا عن الميكروب؟ ما هي الصورة هي الميكروب، أنا قصدي يعني صاحب الصورة أحمد كنعان اللي عينته وزارة الخارجية ملحق صحفي هنا في السفارة. فهمت يا فندم، ميكروب ده اسم الشهرة بتاعه، يعني يبقى اسمه الأستاذ أحمد ميكروب. أنا هفهم كل حاجة. أحمد كنعان ده عبارة عن ميكروب فساد واستهتار. شعب فيحان كله كان بيحارب في الميدان، وحضرته كان بيحارب في كباريهات باريس، مشهور بغزواته الغرامية ومعاركه العاطفية. بينما شعب فيحان كله كان بيكافح الاستعمار والمستعمرين. هو فعلا ميكروب، ميكروب فتاك. يعني انت رأيك فيه زي رأيي. بالظبط يا فندم بالظبط. اذا اكتبي لهم جواب بعدم موافقتي على تعيينه. حاضر اكسلانس. تغذية يا اكسلانس. بروباجندا يا اكسلانس. ما فيش وقت علشان البرو. وقت؟ طب انا وانت اكسرنا واحدة تقريبا. خلي التغذية والبرو عليك. ميعاد الطيارة قرب. بالشكل ده يا فندم مش هتطلع البروفا مظبوطة. ما تعرضش. جناب السفير ما يخلصش ابدا. ايه اللي بتحببوه ده؟ كنت هتعمل أزمة دبلوماسية ومشكلة سياسية بمعارضتكم لجناب السفير. اتفضل شوف شغلك. لكن بس يا ما تعرضش. شوف شغلك. أنا أتملي أحل محل جناب السفير في المسائل الهايفة اللي زي دي. مش عايز يعمل بروفا أعملها بداله. مش عايز يتغدى أتغدى بداله. مش عايز ينام أنام بداله. وإذا لا سمح الله توفي ومش عايز يندفن أندفن بداله. شوف شغلك. مبسوط من الشغل بتاعنا. هيبقى مبسوط جدا، وحيث ان جناب السفير مش موجود دلوقتي فانا مبسوط بداله. تسمح؟ لا 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 خليها عشان ما تتكرمش. انتوا مش بتعلقوا البدل الجديده على مانيكان؟ طبعا. هذا المانيكان الخاص لجناب السفير. يا سلام، حضرتك ما تقلش وجاهه ولا عظمه عن صاحب البدله نفسه. انا عارف نفسي، دي حاجه مش عايزه لفت نظر. الفاتوره يا فندم. وصلت. ومش برضه حضرتك هتدفع الحساب بدل جناب السفير؟ يا عزيزي منصور، اهي دي الحاجة الوحيدة اللي ما اعملهاش بداله أبدا. مع السلامة. Yeah.
أنا آسف جدا يا صاحب الفخامة. للأسف يا مادموزيل، حلمك اتحقق. خديه هدية لي. أنا عاجزة عن الشكر يا جنب. مين؟ فؤاد؟ أنت عامل فرحك كده ليه؟ أنت كمان بتحلم إنك تلبس بدلة سفير؟ لا يا مادموزيل، لا أبداً. ولا معقول، أنا عمري ما حلمت حلم رسمي بالشكل ده. كل ما في الأمر إن الترزي كان بيقيس عليا بدلة السفير، بدلة الصقر. ومع ذلك أنا ينقصني إيه علشان أكون سفير؟ البرنيطة برنيطة سفير، البدلة بدلة سفير، النفخة نفخة سفير، ناقصني حاجة واحدة بس عشان أكون سفير. إيه هي؟ جثة سفير. أنت بتخرف قوي وبتحلم. فوق يا أستاذ فؤاد، الواحد مننا لازم يعيش في حقيقته مش في أوهامه. يا مادموزيل هدى، كلام اللي بتقوليه ده قريتيه في الكتب وبس، إنما الحياة عايزة جرأة. كافور الإخشيدي كان عبد واتمنى يبقى سلطان فبقى سلطان. نابليون بونابرت، نابليون بونابرت فاهمة؟ كان عسكري واتمنى يبقى إمبراطور فبقى إمبراطور. مفيش حاجة اسمها مستحيل يا أنسة. يا فؤاد أرجوك تصحى من أحلامك دي وتقلع البدلة عشان نلحق نروح الأوبرج، عزيزة زمانها جاية من عند الكوافير. يا مادموزيل هدى، أنت يلزمك شوية دروس في البروتوكول. قدامك فرصة عظيمة ما تضيعهاش من إيدك. جناب السفير وحرمه في أجازة مسافرين، وانا وانت لوحدنا والسفاره كلها تحت امرنا. قدامك الدواليب، قدامك هدوم، تلبسي ما تقلعين وتقلعين ايام، قصدي تلبسي ما تقبسي ما تلبسي ما تلبسين وتقلعي ما تقلعين. اعقل يا فؤاد، بلاش تهور. بلاش تردد، انت دلوقتي سكرتير السفاره، يعني في سنه اولى دبلوماسيه، بكره تتنقلي سنه ثانيه وتبقي ملحقه، بعده تتنقلي سنه ثالثه وتبقي مستشاره، بعده تتنقلي سنه رابعه وتبقي سفيره. يعني أولى وتانية وتالتة ورابعة وأبقى سفيرة؟ بالظبط. يا ريت. وعشان كده لازم أديك الأربع سنوات في سنة واحدة، في وقت واحد. اتفضلي. جناب سفيرة، غيري هدوم. يعني لازم لازم؟ أنا منتظر جنابك تحت. عفوي. من فضلك سفارة الجمهورية في حال شارع العروبة. مش لازم تتأخري بالشكل ده. جميع رجال وسيدات السلك الدبلوماسي في انتظارك. هما فين؟ أنا مش شايفة أي حد موجود هنا. مش ضروري تشوفيهم بعينيكي، شوفيهم بخيالك. تصوري إنهم موجودين. إحنا مش اتفقنا نعيش ولو نص ساعة في الخيال والأحلام؟ أيوه. مدام. مدام بامبادور،
البارون فان هاوزن وولد ابو سريع لورد مانهاتن والذي امله كابتن بلاد الكونتيسة الحافية. الرخصة الأولى للسفارة صاحبة الدعوة. خطير ايوه خطير والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير اعرف كتير وافهم كتير لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير بضر ابتت واتكت على الاتيكيت تلوح يمين تلوح شمال لما استويت غرقان لشوشت في الاحترام لما اتهريت شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت انا شايل الهم زكايب ومليش في الحق صاحب والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب متفلسف في اللماضة متأستز في النوايب مزمن في فن البروتوكول وود درج مليش نظير 30 سنة في الهم ده حتى اسألوا جد السفير انا واد خطير ايوه خطير جدا خطير 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 العهدة جوه القصر ده بمليون جنيه وانا اللي ماسك كل ده بدقة ونظام حتى الطبيخ لازم انا اللي اشرف عليه وانا اللي علمت المدام حشو الحمام انا اصلي دبلوماسي وعنيا في وسط راسي احب احب امشي حالي وفاهم اختصاصي اصلح المشاكل واصلح الكراسي 30 سنة بالشكل ده حيوية ونزاهة وضمير لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير انا واد خطير ايوه خطير جدا خطير 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 كل الضيوف دول اساليهم انا ابقى مين السفير واي واحدة عارفة فوفه ده يبقى مين اصلا انا مليان حنية وهو ده العيب اللي فيا الضحكة الحلوة زي الفلفل تعمل لي حساسية فالح في كله بس يا مليون خسارة صاحب عيا في الحب محتاج استشارة القلب يسمع دقته في كيس المرارة انا مستجير انا مستجير غيرت رايي ومستحيل حقبل اكون ابدا سفير وحموت قتل ايوه قتل جنب العيون السمر دول انا حطلب اتعين غفير انا واد خطير ايوه خطير جدا خطير 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 الله مالك يا فؤاد يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت ايه يا ريتني ما اصحاش من الحلم الجميل ده ابدا طبعا عجبتك بدلة السفير وانتش عايز تقلعها ابدا اللي عجبني اكتر مرات السفير اللي قاعده جنبي انت يا هدى انت فؤاد اخص عليك يا فؤاد انا ما كنتش اتصور ابدا انك خاين وغدار بالشكل ده انا ليه نسيت خطيبتك عزيزه اوه ارجوك ما تنطقيش الاسم ده قدامي ابدا بيفكرني بالمطبخ وحلله بيخليني اشم ريحه البصل والثوم والتقليه انما انت يا هدى يا خاين يا بوشين ما انا لازم اكون بوشين وش اساسي ووش دبلوماسي
وحضرتك وصلتي وانا بالوش الدبلوماسي. ها والله يا عزيزه ده كان بيديني درس في البروتوكول والاتيكيت. قولي لها بروتوكول. انت اصلك طيبه على نياتك ما تعرفيش الثعلب ده. لا 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 لا, لا بقى اشوفها. ما اقولك يا اما تاخديني على عيبي يا اما مفيش خطوبه ومفيش شغل هنا بالمره كمان. لا وشرفك لقول للسفير على كل حاجه. انت ما تقدريش تعملي حاجه ولا تقدريش تقولي للسفير ولا كلمه. ليه بقى؟ لانك بتحبيني. ها وانا عارف ان قلبك هيربط لسانك عزيزه. لا يمكن اقدر استنى في البيت ده بعد كده. انا لازم امشي امشي. عزيزه عزيزه علي عزيزه. فيحان امبسي هو مين؟ شركه المأكولات؟ انتوا ما بعتوش المأكولات والمشروبات اللي طلبتها السفاره ليه؟ بعتوها مع مخصوص؟ لا يا سيدي المخصوص ما وصلش والاكل ما حضرش. انتوا بتسالوا اذا كان وصل ولا لا؟ لا يا سيدي لا. وبالمناسبه دي لازم ترفضوا المستخدم بتاعكم. مش عارف مين اللي بيكلمك؟ انا سفير فيحان. سيادتك اخيرا وصلت. تحياتي يا جناب السفير. اهلا اهلا وسهلا. يشرفني يا فندم اقدم لك نفسي. عارفك عارف الشركه دلوقتي كانت بتسال اذا كنت وصلت ولا لا. لازم شركه طيران يا فندم. طيران؟ هو انت جيت هنا بطياره؟ طبعا يا فندم. انت جبت اللحمه والخضار في طياره؟ هو يا فندم انا أصلاً. يبقى لازم نزلت بالطياره على سطوح السفاره. يا فندم الطياره نزلت في مطار القاهره. مطار القاهره؟ ايوه يا فندم. الراجل ده 100% مجنون. وطبعا بعد ما نزلت في مطار القاهره خدت تاكس وجابك على هنا مش كده؟ ده اللي حصل يا فندم. انت حر. في الحاجات المطلوبه. تحياتي يا مدام. دي مش مدام دي انسه. انسه؟ اي مش تبقى حرم جناب السفير؟ ايوه هي تبقى حرم جناب السفير. جناب الاستاذ احمد كنعاني الملحق الصحفي. تمام يا فندم. الملحق الصحفي؟ ايوه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. شرفتم وانستم يا فندم. طب اشيل لحضرتك الشنطه. العفو يا فندم. والله ما حد شايلها غير. مستحيل يا فندم مستحيل. بس يا فندم ده لا يا فندم معلش. اسمح لي يا جناب السفير كلمه عن اذنك يا استاذ. لا مؤاخذه اتفضل يا فندم. انت لازم توزعه بسرعه قبل ما تنزل عزيزه وتكشفنا وتودينا في داهيه. انت فاكر انك السفير يا شيخ والنبي. اتفضل يا استاذ احمد اتفضل. اتفضل اتفضل. العفو يا جناب السفير. سيادتك الاول. والله صحيح ده انا الاول. اتفضل. بقول اتفضل. قهوه شاي كازوزه يا فندم. اتفضل اتفضل. اتفضل اتكلم يا عزيزي سمعان. كنعان يا فندم. اسمي احمد كنعان. ما تاخذنيش. انت عارف ان دماغ الراجل الدبلوماسي زي دفتر التليفون مليانه اسماء ودي حاجه تلخم. طبعا طبعا يا فندم طبعا. ايه بقى اللي انت عايز تقوله؟ العفو يا جناب السفير. تقاليد وظيفتي واللياقه يمنعوني اتكلم قبل سيادتك. اتفضل سيادتك اتكلم. يعني انا اللي اتكلم؟ ايوه يا فندم. انا الاول؟ ايوه يا فندم. والله صحيح ده انا الاول. طيب يا سيدي اهلا وسهلا. شكرا. يا الف مليون مرحب. شكرا.
استانستنا ونورتنا. شكرا. ما تتكلم انت بقى. حاضر. شكرا. سيادة السفير، بعد اللقاء الحار والترحيب الشديد اجد عندي شجاعة اسأل سيادتك، ليه سيادتك رفضت تعييني بالسفارة في الجواب اللي بعته لجناب الحاكم؟ هو في الواقع انا مش فاكر حكاية الجواب دي، انما ربما كانت اعصابي متوترة وبناء عليه بعت الجواب ده. انا برضو يا فندم توقعت هذا. المدة الطويلة اللي سيادتك قضيتها في المنفى والعذاب اللي شفته من المستعمرين قطعا اثر على اعصابك. ما تفكرنيش يا عزيزي، ما تفكرنيش. الاهوال اللي شفتها في المنفى تزعزع الجبال. تصور، حطوني في بلد مليانة رطوبة، ليل ونهار التلج كان نازل. تلج؟ تلج يا فندم؟ البلد اللي سيادتك نفيت فيها على خط الاستواء، مفيش هناك تلج ابدا، انما في امطار كتير. ايوه مظبوط. هو الامطار تيجي منين؟ من السحب. والسحب بتكون من ايه؟ من التلج. فاذا سقطت اشعه الشمس على التلج بتسيحه وينزل من فوق ميه متلجه. هفضحه قدام الملحق الصحفي، هقول ان هو خدام السفير ولابس مافيا في السفير. يا عزيزه ارجوكي بس مليلوش حاجه، هو انا قلت لك عشان تعملي كده؟ متلجه. عزيزه هانم، اقدم لك الاستاذ احمد كنعان الملحق الصحفي لسفاره فيحان. هو ده الاستاذ الملحق؟ ايوه يا فندم. هو بعينه. انا عايزه انا عايزه اقول لسيادتك اختي. ليه مزيد الشرف يا هانم. أنا جاية أقول كلمتين للأستاذ الملحق وماشي. يا هانم تحت أمرك، اتفضلي. يا عزيزة يا حبيبتي، الأستاذ أحمد ملوش دعوة بحكاية زعلت مع خطيبك. ليه؟ ما دام موظف في السفارة يبقى لازم يعرف كل حاجة. يا هانم أنا أشكرك على الثقة الغالية. العفو. أنت ليه بقى زعلانة من خطيبك؟ أصله عينه زايغة يبصبص لغيري. يا ست الراجل تاب وحرم خلاص. تاب من إمتى؟ من شوية ضرب لي تليفون وأقسم لي 100 يمين على إنه ما بيحبش حد غيرك. اعتذر لك أنت لكن ما اعتذرليش أنا. وأنا وأنت إيه؟ ما إحنا واحد. ومع ذلك ما تزعليش، حقك عليا. ها؟ بنفس بحرارة. انتهت المشكلة والحمد لله. عزيزة قلبها طيب قوي. أستاذ أحمد ممكن أطلعك الأوضة بتاعت سيادتك. تحياتي يا فندم. تحياتي يا فندم. اتفضل. أنا خايف من عزيزة تكشف سرنا وتودينا في داهية. طب وبعدين وهنعمل إيه؟ مش عارف. مش عارف. لقيت الحل. إيه؟ اجري افتح الدولاب اللي هناك ده. ليه؟ هات الصندوق اللي جواه. بسرعة. يا ماما هتعمل ايه؟ هتموت نفسك. ده الحل الوحيد. الو. نعم هات. فيحان امسي. انا فتحي. ايه اللي اخرك لغايه دلوقتي؟ ها انا ميت من الجوع، مفيش في البيت اكل. اصل كان عندي شويه شغل. ده اخويا فتحي. اخرج انت اشتري اللازم وانا هحصلك حالا على البيت. اصل الطباخه خدت اجازه النهارده. طيب انا طالع اغير هدومي عشان اروح، بس انت بعد عن المسدس ده وعن افكارك الجنونيه. هو انا لاقي افكار عقليه؟ ما انت لازم تشغل عقلك لغايه ما تلاقي طريقه تعقل بيها عزيزه. ها وعيتك سودا يا عزيزه. عزيزة
اسمع اللي حله لك يا عزيزه. انا حصل مني فصل مارد في حقك ما كانش صح ابدا. انا حسبت نفسي وبخت نفسي، لعنت ابو خاش نفسي، واخيرا هموت نفسي. اوعى تعملها يا ابو، انت لسه شباب يا حبيبي. انا هعد من واحد لحد عشرة وبعدين طلاق. اذا ما لحقتنيش قبل عشرة نبقى نتقابل في الجنة. لا بالنبي. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. الحمد لله لحقتك في تسعة. ليه بس ليه؟ عايش في الدنيا ليه وانت زعلانة مني وغضبانة عليا من سفلتي وندلتي؟ خلاص يا ابوك، انا سامحتك، سامحتك من كل قلبي. كده؟ ايوه. اذا مرحبا بالحياة. عزيزة عزيزة my love to be or not to be. كلمتين إذا سمحتي. أفندم، أنا شفت اللي حضرتك شفتيه وأرجوكي تتمالكي أعصابك. قصدك إيه؟ قصدي إنك تتسامحي وكل شيء ممكن علاجه بالحكمة وبالعقل. أنا أرجوكي اكتمي السر اللي أنت شفتيه وصوني سمعة في حال. صباحي على خير يا حبيبتي. انا داخل انام بقى. هتنام فين يا روحي؟ والله في الظروف اللي زي دي لازم انام في اوضه السفير. وانت بصفتك اخت مرات السفير لازم تنامي في الاوضه اللي قصادي. صباح على خير. يلا حبيبي. نعم. هي صحيح الست هدى هانم روحت؟ طبعا روحت زي ما تروح كل يوم، بتلاقيها دلوقتي في تسع نومه. طب هات. طيب يا روح. باي باي. باي باي يا حبيبي. باي باي. الواجب يا هانم يحتم عليك حرصا على كرامة الوطن انك تنسي خيانة جوزك، ومفيش داعي للشوشرة دي. خلاص انا هدخل. اتفضل انت. مش قبل ما اشوف سيادتك تدخلي اوضتك. ارجوكي. رجعت ليه تاني؟ رجعت لان احمد كان عين فاكر ان في علاقة غرامية بينك وبين اختي. اختك؟ انا لا اعرف اختك ولا عمري شفت اختي. انا هو انت ليك اخت؟ عزيزه يا بني ادم، عزيزه. هي عزيزه تبقى اختك؟ امال ايه بس؟ يا حد على روحي. عزيزه. لا خايفه على حبيبك يموت. انا مش هموته بالمسد، انا هقرض رقبته بسناني. صاحبي بخير. ما قدرتيش برضه تتغلبي على غريزة الغيرة؟ سيبني من فضلك ما تعطلنيش. هدي أعصابك يا فندم، أنت لازم تكوني مثل أعلى للمرأة الفيحانية. وبعدين معاك بقى يا أستاذ أحمد. أرجوكي، أتوسل إليكي بصفة مواطن مخلص لبلدي. ما تعمليش أي شيء يسيء لسمعة الوطن. أنا متأكد إن كل شيء هيتنسي في جلسة جميلة بينك وبين جناب السفير. اتفضلي. يا شيخة يا شيخة لا اتهدي. حرم عليك يا فؤاد. حرمت عليها عيشتها، هي ما تجيش الا بالاذيه. لكن لازم ننقلها من هنا حالا احسن صاحبنا ده ياخد باله. طيب هنقلها
بس شوف الاول السكه فاضيه ولا لا. مفيش حد. يا نهار اسود. مسكينة جات لها أزمة نوم أثناء المشي، قصدي المشي أثناء النوم، قابلت في السجادة وقعت. أنت عارف إن النوم أثناء المشي، المشي أثناء النوم ده مرض، أنت طبعا عارف حاجة. تسمح لي أساعدك؟ والله نومك سواء. شيلها انت لقى لوحدك ينوبك ثواب دبل. حاضر. اصلا ما اتمرنتش على حمل الاثقال. يا فندم اجيب لها كولونيا او نشادر؟ لا 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 كويس كده. دي مش لازم تفوق ابدا. انا لقيت المسدس ده مرمي في الطرق يا فندم. ولازم سلاح خطير زي ده يتحط في حته امينه لحسن حد يلاقيه وتحصل مصيبه. عندك حق. انا هشيله في الخزنه الخصوصيه. يستحسن يا فندم. يمكن المدام تلاقيه وتكون خايفه تطلع منه رصاصه كده ولا كده. مش بعيد ابدا. كل شيء جايز. انا اشكرك على اهتمامك بحياتي. خلاص. حاجة. اتفضل اتفضل. دي فيلة واحدة صاحبتي جدا. بنقعد انا والسفير دايما هنا لما نحب نبعد عن جو السفارة. لكن ليه فخمت جيت النهاردة لوحدك؟ اعصابي. اعصابي تعبانة جدا من اللي حصل النهاردة. عندك حق. خصوصا بعد ما شفتي جوزك مع اقرب الناس ليكي مع اختك. ايوه. اعمل ايه؟ اعمل ايه بس اعمل ايه؟ أنا هكتب تقرير لوزارة الخارجية عن تصرفات السفير المخجلة. لا لا لا، اوعى تكتب أي تقرير عن جناب السفير. بعد ما طعنت في عاطفك. مش مهم، بس وعدني إنك ما تكتبش أي حاجة عنه. يا سلام. ياما ناس يتمنوا ينعم عليهم ربنا بزوجة وفية وحكيمة وجميلة زي سيادتك. أنا خلاص ما بقاش عندي ثقة في أي راجل في العالم. مش كل الرجالة يا فندم. للأسف. انت كمان غشاش ومخادع زي جوزي. انا يا فندم؟ ايوه. ايام ما كان كل شعب فيحان بيكافح ويدافع عن حريته، كانت حياتك انت كلها مغامرات وكباريهات لغايه ما بقت سمعتك وسيرتك على كل لسان. الكلام ده صحيح ولا لا؟ صحيح مع الاسف. وكمان بتعترف؟ يا خسارة. كنت بتمنى ألاقي راجل واحد في الدنيا مخلص وأمين. عندك استعداد أثبت لك براتي؟
لا طبعا. من غير احراج؟ من غير اي احراج. ايه ده؟ انت هتقلع؟ اثبت لك براءتي. مش معقول، مش معقول خلي عندك ذوق، مش معقول الطريقه دي. انت اول انسان يشوف ادله براءتي. اتفضلي شوف. ايه ده؟ اثار التعذيب بعد ما قبض عليا وانا بهرب اسلحي من اوروبا للريحان. مسكين. سهراتي في كباريهات اوروبا وصداقتي مع بنات الملاهي، كل ده كان ستار علشان اخدع المخابرات في الاستعمار. لازم جاي صالحك. جايز بس مش لازم يشوفك هنا معايا. اتفضل اتفضل. احمد فين؟ جوه في اوضه النوم. نوم. يا نوم يا نوم، هي دي الفرصة الذهبية اللي هتخلصني منه إلى الأبد. اسمعي، أنت تخشي عنده دلوقت وتمثلي عليه الحب وتسكريه بالعواطف، وأول ما يقرب ناحيتك تديني إشارة كحيتين كده أهو. وبعدين؟ وبعدين هدخل أنا عليكم ومثل دور الزوج المخدوع المطعون في شرفه، وبالشكل ده أقدر أرفضه وأبعته على فيحان في طرد من الباب للباب. مفهوم؟ مفهوم. يلا تصبحي على خير يا مدام. هو جناب السفير مشي من غير ما يصالحك؟ انا اللي رفضت الصلح. هتعيشي في العذاب ده لحد امتى؟ لحد ما اتطلق. تطلقي؟ ما انا عرضت عليك الفكره قبل كده ورفضتي. ما هو غيرت رايي. في الحقيقة أنا حسيت دلوقتي إنك كنت مخلص في الكلام اللي قلته لي. أشكرك يا هانم على ثقتك بيا، وتأكدي إن أنا دايما هكون تحت أمرك. اقعد يا أحمد، عايز أتكلم معاك شوية. مالك؟ أنا أعصابي تعبانة أوي أوي. ليه؟ أصلي بفكر في حاجة شغلاني أوي. إيه هي؟ يا ترى بعد ما اتطلق مين اللي هيقف جنبي؟ انا. انت ايه؟ انا يسعدني لو 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 الله، ده عملي لولو الحكايه بينها هتتقلب بجد. لو ايه؟ ما تقول بقى. لو الله، حكاية ايه؟ الإشارة كانت كحة مش بوست. هدى هدى، انت جيتي يا هدى؟ اخو صاحبتي جه، مش لازم يشوفك هنا معايا. طبعا. اتفضل اتفضل هنا. بس ارجوك ما تطلعش اي صوت. عمال اندهلك من الصبح، كنت فين؟ كنت في المطبخ. في المطبخ؟ طب هات ابوكي قبل ما تحضري العشاء، حضري الحمام. حمام؟ هو لازم حمام دلوقتي؟ ايوه لازم. مش لازم؟ لازم. مين اللي ورا الستار؟ ما بتردش؟ تبقى لازم حرامي. فتحني كويس لغايه ما انت عايز.
ما لقيتش عسكري الدورية؟ ما هو ملوش لازمة العسكري، ما فيش حرامي في الأوضة ولا حاجة. أنا دايخ، الدنيا بتلف بيا. أجيب لك أسبرينة؟ لا، أنا هاخد دش أحسن يفوقني. دش؟ دش إيه دلوقتي؟ دي المية مقطوعة. كده؟ آه. أهي المية جت أهي. لا. حرام. دول بقوا اتنين حراميه، دول لازم عصابه. هدى تعالي اتفرج على حرامي نمره اتنين. انا حاطه بوليس النكده، عسكري واحد ما يكفيش. واحد اتنين. استنى ما تضربش الاتنين التانيه. ما انا لازم اضرب الاتنين التانيه عشان يبقى 122 بوليس النكده. ما تتسرعش كده يا فتحي، مفيش حد جوه. إيه انت لازم حصل لك هلوسه من كتر اللكاكين اللي بتاخدها في دماغك. انت هتجننيني اذا كنت انا شايفه وضربه كمان. بيتهيألك يا فتحي، كل الملاكمين كده يشوفوا حاجات من غير ما يشوفوها. طيب تعالي انا هوريهم لك الحرامية. اه يا فتحي. هو فين الحرامي ده؟ عجايب، أنا كنت سايبه متلقى حنة زي الشوال. أنا دايخ، أنا دماغي بتلف، أنا عينيا مزغللة. أنا مفيش حاجة، تعالى، أنت أحسن حاجة تاخد حمام دلوقتي عشان تفوق. يلا يا حبيبي، يلا مفيش حاجة. ما ينفعش كده، انت بتكوي منديلين، ده عايز له جردلين فوق دماغه. اكسلانس اخص عليك. في حاجه يا فندم؟ تعرف انا طلعت سيادتك منين دلوقتي؟ من تحت السرير في اوضه النوم. التهتك والاستهتار وقله الادب وقله الحياه دول تستعملهم في الكباريهات والمرائس بتوعك، مش في البيوت المحترمه. يا فندم انا انت مرفوض. مرفوض؟ بكره الصبح تاخد اول طياره على فيحان. انت مرفوض ثم مرفوض. وطي صوتك. اكسلانس مدام، الحمد لله خلصنا من الكابوس ده. إن وحدة دولة بودستان الغربية والشرقية أمر تحتمه الطبيعة والتاريخ، لأن الدولتين تجمع بينهما وحدة اللغة والدين من قديم الزمن. وده رأي سيادتك أنت، ولا يعني تقدر تقول إنه تعبير عن سياسة فيحان العليا؟ أنا بعبر عن رأي الشعب الفيحاني وشعوره إزاء هذه المشكلة. الشمس جامدة عليك، البس دي. لا 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 معلش، مفيش لزوم. دي ملهاش اي اثر. إيه يمكن في اوضه النوم بتاعتها؟ ما بعتتش امبارح في السفاره، لازم ارحب بيت اهلها. طب وفيها ايه يعني؟
في عزال. انا خايف لا تكون قابلت احمد كنعان وقالت له على حقيقتنا عشان تتقم مننا. لا مش معقول عزيزه تعمل كده. تعمل كده وقال عم كده. سترك يا رب. مش وصل النجم الاعظم. اطلع بسرعه البس بدلة السفير. طب يلا. أنا جاي أودعك، أودع جناب السفير عشان مسافر النهارده، عن إذنك هاخد الشنطة. أستاذ أحمد. أفندم. أنا آسفة جدا على الظروف اللي أرغمتك على السفر. رغم إننا محتاجين ليك. أنا أشكرك يا هانم، وأنا مستعد أفضل في مصر إذا كنت محتاجة مني أي حاجة. صباح الخير يا فندم. انا رفيع عربي، انا ام والتر سميث، الملحق الاقتصادي في سفاره كام. اهلا وسهلا يا فندم. انا نحب نقابل جناب سفير فيحان عشان نتكلم سوا في موضوع كبير. لكن جناب اي ام سوري، انا ما فيش ميعاد مع جناب السفير، انما انا مستعجل خالص. طب مش ممكن يا فندم ناجل الزياره دي؟ لا امبوسيبل، انا لازم اقابله دلوقتي. طب اتفضل بسرعه يا فندم. تفضل يا فندم استريح، حد خبر لجناب السفير. عن اذنك. انا اكون الملحق الاقتصادي بسفاره همهم. أي خدمة يا فندم؟ جناب السفير، أريد مقابلة جناب السفير في موضوع هام. لكن جناب السفير يا فندم لا ليس هناك ميعاد سابق، ولكن الموضوع هام ومستعجل ولا بد من مقابلة جناب السفير. تفضل يا فندم. هدي خبر جناب السفير حالا. عن إذنك. ليه؟ لازم عشان تصريحات السفير خالد في اسوان، هو نازل تصريحات هناك والنتيجه تيجي على دماغي انا. لا يا ستي يفتح الله، انا مش حابب حد. يا فؤاد جمد قلبك وكمل دورك في تمثيل دور السفير، اعمل معروف. ما قلتيش ان سفير مش موجود ليه؟ اصل احمد كنعان هو اللي قابله عشان كده عارف انك هنا. دي نصيبه ما كانتش على البال، انا هحدف نفسي من الشباك. اسمح لي ادخل يا جناب السفير. يا استاذ احمد انا مش عايز اقابل الملحق التجاري لدولة كامكا. تحت امرك يا فندم. اقول ايه الملحق التجاري لدولة هامهام؟ هامهام كمان؟ عارف يعني هتزنق بين الكتلة الابلية والكتلة البحرية. ثم انت باي صفة تقابل الملاحق دول؟ انت مش مرفوض؟ ازاي تتصرف التصرف ده؟ ثم انت عارف ان اوراق اعتمادي سفير لسه ما وصلتنيش. مفيش داعي تزعل نفسك يا فندم، انا هنسحب فورا وانفذ امر الرفض. يبقى جنابك بقى اتصرف في الازمه الدبلوماسيه اللي هتحصل لرفضك المقابله. عن اذنك. استنى افندم، انا هروح اقابله، خليك معايا لحد ما تفوت المقابله دي على خير، وبعدين ترفض نفسك على طول. حاضر يا فندم. دوله كام يا جناب السفير؟ زعلانه من الكلام اللي جنابك قلته في اسوان. كلامي يفكرني حكيم، انا بتكلم كتير. تصريحات جنابك بخصوص بودستان الشرقية وبودستان الغربية، ودول يبقوا فين بقى؟ ها لا تقعدوا عني. ايه اللي قلوه؟ جنابك عارف ان حدود بودستان الشرقية وبودستان الغربية جنب حدود فيحان. طب عايزين نعمل ايه يعني؟ نعزل؟ جنابك صرحت ان بودستان الشرقية وبودستان الغربية لازم يكونوا دولة واحدة. معقول جدا، دي بودستان ودي بودستان، واحنا لا سمح الله بنطالب بتوحيد بودستان مع بودنجان. اكسلنسي شعب فيحان حيكون بلد مبسوط كتير لو مش يصوت في هيئة الامم على توحيد بودستان. وبودستان دي تهمكوا في ايه؟ نافذين على بعض؟
نو بس لينا مصالح في بودستان. مصالح. طب ومصلحتنا احنا ايه في كده؟ اذا كان في حان مش حيصوت على توحيد بودستان ممكن نضمن له دولة في حان 5 مليون بضاعة. يصوت يندب مش مهم. طيب البضاعة اللي عندكم دي ايه؟ كوكاكولا، تشيكليتس، روج ماكس فاكتر، نايلون، داكرون، اورلون، بيرلون. عندكوش كومبينيزون؟ شور، هذا هايست كواليتي. يا عيني. طيب عندكم ايه تاني؟ التليفون اللي بتشوف فيه اللي بيكلمك، العقل الالكتروني اللي بيفكر لك ويحسب لك. طب وعقلي اللي خلقه ربنا هيعمل ايه؟ يقعد صايع؟ لا 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 لا، سيبك من العقل الالكتروني ده. شعب فيحان عقله سليم والحمد لله. أول مبروك يا اكسلانس. ثانية واحدة. والله مش هقدر اديك كلمة دلوقتي. Why? Because في واحد تاني في الأوضة التانية له مصالح في بودستان الشرقية ولازم أسمع وجهة نظره. Excuse me. Please, sir. اوتشم بريادنا. الملحق التجاري لدولة كام عرض عليا مبلغ 10 مليون علشان نصوت معاهم في مشكلة بودستان الغربية. العمال والفلاحين في أنحاء بلاد همهام الاشتراكية يمدون يد الصداقة للعمال والفلاحين في فيحان ويسلموكم معدات صناعية وزراعية بمبلغ 15 مليون. بولشويس بسيبة، تفضل. وأقدر أخذ فكرة عن المعدات اللي سيادتك بتقول عليها؟ جغاغات زراعية. جغاغات زراعية؟ الجغاغات الزراعية دي ما تصلحش عندنا، أنت عارف إن فيحان كلها جبال ولا تصلح للزراعة. غيره. المنظم الآلي الميكانيكي. والمنظم الآلي الميكانيكي ده بيعمل إيه؟ هذا يا إكسلانس يوفر 80% من العمال في فيحان. يا صلاة النبي. دي ما تبقاش هدية، تبقى نصيبة. لما 80% يقعدوا من غير شغل هيعملوا ايه؟ يشمسوا على القهاوي؟ يقعدوا يجيبوا في سيرة الناس بالطيب والبطال؟ غير في ايه تاني؟ سفينة فضاء. سفينة فضاء؟ وسفينة الفضاء دي هنعمل بيها ايه؟ هو احنا فاضيين؟ تغزونا بيها القمر يا اكتراس. يا سيدي واحنا مالنا ومال القمر؟ ما احنا كويسين على الارض اهو. دولة همهام يهمها تكون جيرانها في القمر دول صديقة. اقدر اقول مبروك يا اكسلانس. والله ما اخبيش عليك، في واحد غيرك له مصالح في بودستان الغربية ولازم اسمع وجهة نظره في الموضوع. عن اذنك اسفيتيني بدل وصيه. I am very sorry sir. عرض دولة همهام مغري جدا. 50 مليون. 60 مليون. 70 مليون. 80 مليون. 80 مليون. دي هاصل. 90 مليون. 95 مليون. 100 مليون. بلشويس بسيمة. بس مش عبد الفيحان، عبد همهام الصديق. Thank you very much. بس مش شعب فيحان. أحيي شعب كام الصديق. كام وهم هام في حته واحده. لازم يحصل اكسيدنت وفي الاخر احنا اللي نكسب زي العاده. هو عمر هام يسبق.
Splendid! حصل الاكسيدنت. Just as I told you. Drive on. ابعت احمد كان عم بدالي. لكن ده يخالف البروتوكول. يخالف البروتوكول، يخالف المرور. مانيش رايح، انا عيان وكمان ممنوع من الخروج. بعد اذن سيادتك انا طالع اخد الشنط عشان الحق طياره. طب ممكن تقرا التلغراف ده؟ يصل اليوم للطياره وكيل خارجيه امتحان. ايوه، ولازم تروح تتقابله في المطار. ما اقدرش يا فندم. ايه السبب؟ اولا انا مرفوض، ثانيا مقابله وكيل وزاره من اختصاص جناب السفير. ايوه بس جناب السفير عيان والمفروض انك تروح تقابله بدالي. باي صفه يا هن؟ بصفتك انسان شهم هتقدم لي خدمه. يا هانم انا تحت امرك، مستعد اقدم لك مليون خدمه. متشكره. من المؤكد ان التقرير اللي انا بعته لوزاره الخارجيه عن تصرفات جوزك هو اللي خلى وكيل الوزاره يجي هنا بسرعه. هو يعرف جناب السفير؟ طبعا، وهو سافر له شخصيا في المنفى وبلغه خبر تعيينه كسفير في الجمهوريه العربيه المتحده. وهو يعرف مرات السفير؟ الظاهر ان سيادتك بتمتحني معلوماتي. ده يعرف كويس جدا، ده صديق عزيز لسيادتك وجناب السفير. مالك يا فندم؟ قلبي. ده من الفرحة يا فندم، لأن وكيل الوزارة هيحل جميع المشاكل اللي بينك وبين جوزك. على العموم أنا منتظر النتيجة بفارغ الصبر. عن إذنك هروح المطار. فؤاد فؤاد، أنا هفهم معاك. اتضح ان وكيل الوزاره يعرف السفير ومراته شخصيا. الله اكبر. لا وايه، وسلمته احمد كنعان بعت لهم تقرير عن تصرفاتك الشخصيه بعلاقتك بعزيزه. طب وايه يعني؟ هي مش عايزه تبقى خطيبتي؟ ايوه، لكن هو ما يعرفش، يعرف انها اختي وان انا اللي مراتك. مش مهم دلوقتي، المهم ندور على المكان اللي هنستخبى فيه. هو ده، الظروف ربطت مستقبلك بحبل. كمل يا استاذ الكلام العواطف. كمل كمل. ايه العواطف ومعاطف عزيزة؟ انت قبلك كنت فين ليلة امبارح؟ ها؟ مش شغلك. وانت يا نعمة زي الحرباية، تقدري تقولي لي كنت فين ليلة امبارح؟ ها؟ قولي يا خاينة يا خطفت الرجالة. بس الشوهية عيب، ما يصحش. اوعى. من حسن حظي يا سيادة الوكيل اني لمحت سيادتك في التاكسي عند اشارة المرور، وكان يحصل لي الشرف لو قابل سيادتك شخصيا في المطار. شكرا شكرا. الظاهر انه طيارة سيادتك وصلت قبل معاده. في الواقع انا ركبت طيارة هامت قبل الطيارة اللي كنت هركبها، لاني بلغني ان في واحد مريض مسافر. مريض؟ اصلا انا بخاف جدا من المرض والعدوى. وعندك حاجه، اتفضل يا فندم. تتفضل سيادتك تستريح في الصالون. ما اقدرش استريح الا لما اقابل جناب السفير، الامر في غايه الاهميه. يا فندم مش عارف اذا كان ممكن النهارده تقابل جناب السفير، لانه جناب السفير مريض. مريض؟ مريض باي مرض؟ علم علمك يا فندم ما اعرفش. ما مرض معدي؟ ما اعرفش يا فندم. خد شويه مطهر. دلك ايديك في سبيل الاحتياط. دلك 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 دلك. اختفوا. ايه ده؟ ما سمعتوا هيك؟ بلاش الكلام الفاتك اللي بتعمله ده. بلاش لابد من مقابله على منتدى من حكومه فيحان علشان اسلمه على وجه السرعه اوراق خطيره وتقارير هامه جدا. اتفضل يا فندم. اتهدي بقى. استخبي هناك لحسن احمد كنعان جاي ومعاه وكيل وزاره. بسرعه يا
انت ما بتجيش الا بكده. السيد ادم فخر الدين وكيل خارجيه فيحان. وحشني جدا يا اكسلانس. يا له من لقاء. يا له من مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه لا سمح الله؟ مصيبه المرض. ابعدي ما تقربليش، لاحسن تموت شهيد الصداقه. سيادتك مريض باي مرض؟ كل الامراض. اي مرض في الدنيا موجود فيا عندي الخير كتير والحمد لله. كوليرا، ملاريا، حمى صفرا، حمى حمراء، حمى بنفسجي، اي حاجه. سلامتك يا اكسلانس، شفاك الله وعافاك. الله يعافيك يا اخ. صوتك متغير كده ليه يا اكسلانس؟ انت بتعيط؟ ما هي المساله لو طولت عن كده هعيط. مسألة ايه؟ مسألة المرض. شد حيلك يا اكسلانس، شد وتزول. يا ريت تزول وتخلصني. انا اسف اني جيت في وقت غير مناسب، لكن المجلس الوطني كلفني عشان اجيلك لامر خطير. المجلس الوطني، ازاي تصدقوا تقرير واحد مستهتر فاسد زي احمد كنعان؟ معقول اخون مراتي مع اختها؟ تخون مراتك؟ مش معقول طبعا يا اكسلانس. ولماه يا اخي مش معقول. عشان ايه تفقع مشوار سخن من فيحان لحد هنا؟ يا فندم انا جاي علشان امر اهم واخطر من ذلك. اكسلانس، يشرف الشعب الفيحاني كما انه يشرفني ان تقبل ترشيح نفسك رئيسا لجمهورية فيحان الحبيبة. رئيسا لجمهورية فيحان الحبيبة؟ اي نعم يا اكسلانس. جنابك قلت يعني موافق. هو بالعافية يا اخي اللي ما انا قادر اسد في شغلانة سفير، امال لما ابقى حاكم دولة بحلقة هعمل ايه؟ ده تواضع عظيم يا اكسلانس. يا اخويا لا تواضع ولا هباب، لا دي شغلانة جامدة قوي عليا، يفتح الله. لكن الشعب الفيحاني قال كلمته خلاص. انا عيان. انا هموت، انا مت خلاص. ادماري ادماري تشكر يا ادماري. انت مين؟ انت حضرتك مين؟ ما تتكلمش يا حبيبي، انت محتاج لراحه، اصل خد ضربه شمس مأثر عليه شوي. لكن حضرته يبقى مين؟ يبقى جوزي طبعا، وكان عنده حق لما رفض تعيينك بالسفاره. حضرتك قصدك تقولي انه سيادته يبقى السفير خالد سفير في حان؟ اتحرك من فضلك، انده دكتور حالا. ميه ميه كوباية مية. حاضر، هجيب لك الدكتور حالا. يا وانطقي. حالا يا حبيبي حالا. انا عارفة عزيزة وفؤاد راحوا فين. مية. سيد ادم فخر الدين، اهلا اهلا. اهلا بيك يا رندا هان، سلامات يا صاحبة الفخامة. الله يسلمك، شرفت انت. دلوقتي حالا، وللأسف فوجئت بان جناب السفير مريض. مين اللي قالك؟ ما انا يا فندم قابلته دلوقتي وفهمت منه كل شيء. قابلته؟ ايوه. فين وامتى؟ دلوقتي هنا. عن اذنك. جنابك نزلت ازاي وانت مريض بالشكل ده؟ المقبرة توت عنخ. ابو سمبل. اهو المرض زاد عليك وبتخطف. مين؟ سيد ادم فخر الدين؟ ازيك؟
ابو سمبل. يعني. انكشفنا والحمد لله وجابوا لنا البوليس. احسن حاجه نهرب من سلم الخدامين. يلا بينا. استنى استنى ما ناخد عزيزه معانا. استنى عزيزه عشان يجي البوليس وياخدنا يا جماعه. يلا بينا. سيادتك طبعا فاهم ان السفاره ارض في حنيه. طبعا يا فندم. اذا منع المشاكل الدبلوماسيه ارجوك تنتظر خارج السفاره. والدكتور يدخل معايا هو المساعدين بتوعه. مفيش مانع يا فندم. اتفضل يا دكتور. كويس عملت طيب انك جبت الدكتور. انا اكتشفت انه بيهلوس ويخطرف. هو ده المجنون اللي انا بلغت عنه بيدعي انه هو سفير في حان. ازاي الحالة يا اكسلانس؟ الحالة؟ اسأل رمسيس الأول. توت عنخ آمون. انت محتاج للراحة جدا والحالة اللي انت فيها تحتم علينا نقلك المستشفى. قبل ما تنقلوه المستشفى درجة أولى؟ حضرتها صاحبة الفخامة حرم جناب السفير. واخد بالي. افتكر من المستحسن الهانم تفضل مع جناب السفير في المستشفى. ده واجب. عشان طبعا تطمن على صحة السفير ولا ايه يا مدام؟ طبعا يا دكتور طبعا. لا مفيش لزوم يا فندم. اسمع يا استاذ احمد. يا فندم دلوقتي نظرا لغياب السفير في المستشفى يبقى لازم تحل محله وتزود اعماله في السفاره. سيادتك قصدك اي سفير؟ سفير خالد طبعا. السفير خالد فورفورد انه معيان يا فندم. موجود فوق ازاي؟ اذا كان نقلوه دلوقتي على نقاله قدامنا احنا الاثنين. يا فندم اللي نقلوه على النقاله مش جناب السفير. ده واحد مجنون متهيأله ان هو السفير. اللي نقلوه على نقاله هو سفير. ابدا يا فندم، السفير فوق. شيء من الاثنين. يا اما انا مجنون يا اما انت مجنون. يا فندم اؤكد لك انه جناب السفير فوق، اتفضل معايا شوف. بيان. انا طالع معاك فوق علشان اثبت لك انك شخص غير طبيعي. اتفضل يا فندم. دلك 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 دلك. مين اللي حبسك هنا يا فندم؟ أنا هقول لك على كل حاجة، هعترف لكم بكل شيء. بيان. أيوة يا حضرة الضابط، الشخص المقبوض عليه هو جناب السفير خالد. أنا آسف لإزعاجك، وآسف للغلطة دي. مع السلامة. الحمد لله، المسألة اتصلحت. بيان. امضي. حاضر. يعني قصدك تقولي ان هدى الانسه هدى مش متجوزه؟ ابدا وحياه شرفك يا سعاده البيت. هدى هتفضل حرم السفير وانتي برضه هتكوني اختها تاني. ايوه، والا بناء على اعترافك بنت حالك شخصيه غير شخصيتك الحقيقيه هدخلك السجن. سجن؟ ايوه السجن. نفذي اوامري ولا لا؟ انفذ يا سعاده. بيان مش عايز فؤاد وهدى يعرفوا ان امرهم اتكشف. حاضر يا سعادة. مفهوم. حاضر. روحي غيري هدومك. اغير يا سعادة البيت. تسمح تقولي سيادتك ايه الغرض من كده؟ بيني وبينك في مؤامرة على حياة السفير خالد المرشح ليكون حاكم على ولاية حار. الخضر بعت لنا فؤاد وهدى وعزيزة علشان نكشف شخصيات المتآمرين. لكن يا فندم هيكون في خطر على حياة هدى. ها؟ وفؤاد كمان. احنا هنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحد ما نعرف شخصيات المتآمرين. وجدنا الأول
هو المحافظة على حياة الحاكم المنتظر. المهم دلوقتي فين نلاقي فؤاد هدى؟ يا فندم أنا أعرف أماكنه. طب بيها بسرعة لحسن القطر يفوتنا. عند الله مع الصابرين يا أخي. مع الصابرين أيوة، إنما مش مع الهاربين. طيب أنا قلبي بيقول لي إن عزيزة وقعت في إيديهم وقالتهم على كل حاجة. ما أنت السبب، كان لازم يعني ترمي الدبلة في وشها. دبلة؟ ده أنا لو قدرت أرمي الدبلة في وشها كنت رميت، دي جننتني بغيرتها الفظيعة. ما هو اللي بيحب من قلبه يا فؤاد لازم يغير. يغير غيرة معقولة؟ إنما مش غيرة تودي في داهية. على العموم الغلطة مش غلطة عزيزة. أمال غلطة مين؟ غلطتنا إحنا، يوم ما قلنا علينا ولبسنا هدوم السفير ومراته. عندك حق. كان يوم أسود. وكان أسعد يوم في حياتي. إزاي بقى؟ لأن اليوم ده قابلت فيه الإنسان اللي طول عمري كنت بحلم بيه. هدى 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 إيه إيه في إيه؟ وقع المحظور جايين يقبضوا علينا، أنا هستخبى، مخبيني أبوس إيدك. مالكش دعوة أنت، أنا اللي هقابلك. ما تبقيش مجنونة. اخبر شوف، أنا هستخبى، أنا مش هنا. اتفضلوا، انا تحت امركم. اقدم لسيادتك رندا غانم حرم جناب السفير. ازيك يا رندا، انت وحشتيني خالص يا حبيبتي. تشرفنا يا صاحبة الفخامة. لكن سيادته يعرفني كويس انا وجوزي، مش سيادتك اللي جيت لنا في المنفى. مش انا يا فندم، ده لازم الوكيل التاني. مش كده يا استاذ احمد؟ تمام يا فندم، بس انا ما عنديش معلومات كفاية. أنا جاي أطلب من فخامتك إنك ترجعي معايا تاني السفارة. أقدر أعرف إيه السبب؟ للمشاركة في المؤتمر الصحفي اللي هنقدم فيه جناب السفير للمجتمع المصري. أنا ما أقدرش أروح السفارة أبداً، وما أقدرش أرجع لواحد خاين. جوزك مش خاين يا رندا، جوزك مظلوم. ارجعي تاني علشان خاطر أختك. يعني أرجع وعلى ضمانتك أنت؟ على ضمانتي أنا. خلاص عندها السفير من جوه. هو فين يا فندم؟ وراك في أوضة النوم. اتفضل يا فندم. إكسلانس مش فاضي، مش فاضي. إحنا آسفين لإزعاجك يا إكسلانس. دي عادة قديمة عندي من زمان، لما بتصادفني مشاكل أو متاعب ما أعرفش أحلها إلا وأنا تحت سرير. كل عباقرة العالم بيعملوا كده يا إكسلانس. غريبة، مع إن دي طريقة اخترعتها أنا. لها أصل. أصلها يا إكسلانس؟ أصلها من 5 سنين أثناء كفاحي في جبال فيحان كنت مستخبي في كهف علشان أحل مشكلة خطيرة زي المشكلة اللي كنت بحلها دلوقتي وأنا تحت السرير. تسمع، وأنا حين غفلة طبوا عليا 2 من الأعداء وزنقوني زنقة الفار في المصيرة. لا بقيت عارف أهرب ولا عارف أفكر، وأصبح العدو من أمامي والسرير من ورائي. سرير؟ قصدي الكهف من ورائي. وطلعت ازاي من الزنقه دي يا اكسلانس؟ فضلت اتمشى 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 لحد ما بقيت على باب الكهف. تعرف عملت ايه؟ ايه؟ رحت كهف. وبعد كده يا اكسلانس؟ طلع حظي وحش، ما قدرتش اهرب من الدهيتين اللي طبوا عليا. حصل خير يا جناب السفير. اه المهم دلوقتي نروح السفاره علشان حضور المؤتمر الصحفي. لا لا لا، ده 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 لا يمكن. ده لا يمكن؟ انا لا يمكن اشغل سفير بعد كده، انا مستحيل. مستحيل؟ ايوه مستحيل. انا عايز اكون فاضي عشان اقدر اسعد مراتي بعد المتاعب اللي حصلت من تحت راس اخت مراتي. أنا مستعد أبعد عن سيادتك المتاعب دي. أنا طالب القرب من سيادتك. في مين؟ أخت مرات سيادتك عزيزة هانم.
انت عايز تخطب عزيزة؟ ايوه يا فندم. ده يوم المنى يا فندم، يوم الهنا. وخطيبك القديم راح فين؟ تبخر؟ توفى؟ انطعم. وانا بصفتي اختك لا يمكن اوافق على كده. انت لازم تتجوزي خطيبك القديم. مستحيل اوافق انك تتجوزي احمد كنعان. احمد كنعان اللي كل حياته رقصات وكباريهات وجري ورا الستات. وزرته فايحة وموجودة ومكتوبة في مجلد مكون من أربع أجزاء، ألف ب ج د. بالعكس يا جناب السفير، أحمد شاب مخلص، كل الأعمال اللي صدرت منه تدل على إنه وطني مخلص. يعني أنتوا عايزين مني إيه دلوقتي؟ ترجع السفارة. مش راجع. أنت مصمم؟ مصمم جدا. تصميمك ده معناه إساءة لسمعة فيحان، والإساءة دي مش أنا اللي هرد عليها. أمال مين؟ ده بإيدك أنت. ليه؟ مفيش داعي ده. عشان خاطر فيحان وسواد عيون فيحان راجع السفارة تاني. بس من فضلك. أيوة ابعد الأستاذ ده عني. عظيم عظيم. من الوقت المحدد لتنفيذ الطعنة أول مد الإشارة. الطعنة لازم تكون أشد من كده. لازم الزيوف تنفذ من قلب السفير. لازم تاخدوا عليه من أول طعنة. مستحيل يكون حاكم لدولة فيحان طول ما نعيش. ده شغلي ده غشيم؟ انت هتموتني. الكارلو الكارلو يا بني ادم. الكارلو متصل بالغده النخاميه. في ناس كتير بتموت من الكارلو. قوم تعالى كده. تعالى. العافية يا اكسر. حاضر. واحد يمسك جزمة السفير. مش ايه ده؟ دي جزمة دي مرطوشة. ده بتلبس كام؟ 96 نهايته. رجل السفير كده، حط الجزمة كده، اللبيسة كده اهو كده. حسيت بحاجة؟ لا. قوم تعالى كده. خد. ايوه. براو علمتك حاجه لوجه الله. رايح فين؟ عملت الاحتياطات اللازمه يا حضره الظابط. اطمن جدا يا فندم، احنا جمعنا معلومات كافيه توصلنا القبض على المتآمرين، وعرفنا انهم هيحضروا الحفله متنكرين ومعاهم بطاقه ضعه مزوره. شكرا. عفوا. معاكم تصريح السكول؟ من غير تصريح، مفيش خوف منهم، اتفضلوا. دول افراد الفنون الشعبيه الفيحانيه. اوضه الملابس هناك على اليمين. تشكر يا فندم. مساء الخير يا صاحب الفخامة. خداعك هيستمر لحد امتى؟ ما تعبتش من تمثيل دور المخادع؟ كفاية بقى كفاية. متشكر يا فندم. انت حقيقي ناوي تكتب كتابك الليلة دي على عزيزة بعد انتهاء الحفلة؟ ضروري يا فندم.
انا وانتي ضحيه ظروف ولازم تضحي بحبك زي ما انا ضحيت بحبي. ما دمتي حرم جناب السفير. انا مش حرم جناب السفير، انا مش اكتر من سكرتيره عاديه بشتغل في سفاره. سلامتك يا هانم، الظاهر ان الصدمه اثرت على اعصابك. كفايه بقى، كفايه كفايه. أرجوكي لازم تخلي إنسانيتك تنتصر على عواطفك. عزيزة برضو أختك لازم تضحي عشانها. عزيزة مش أختي، أنا ماليش إخوات. يا إكسلانس الآن معينة خالص، دي بتقول كلام مش معقول. مش معقول أبدا، دي بتهلوس، دي لازم مريضة جدا. اعقلي واثبتي، أبوس رجل أبوك لحد ما نخلص الحفلة. إكسلانس، المدعوين في انتظار تشريف جناب السفير وحرم جناب السفير. ايه الفستان المتهتك ده؟ ازاي تلبسي فستان لا معقول بالشكل ده؟ فستان ده لابساه مخصوص علشان مناسبة سعيدة. ايه المناسبة دي؟ الليلة دي كانت بكتابي على الأستاذ أحمد. طب حيث بقى إن أنا طرطور ولا حدش عبرني ولا خد رأيي في تحديد ميعاد جواز أخت مراتي، مانيش رايح حفل الاستفاضة. هي انا لا يوم سمعت فيحان يا اكسلانس. سمعت فيحان يا اكسلانس. السلام الفيحاني، ايدك في مستوى كتفك، مش كده مش كده. ساعدني على نجاح الخطه المرسومه. متاكد انت انه فؤاد حياته مش في خطر؟ لا ابدا يا فندم، بس انا ضميري مش مستريح يا استاذ احمد. ما تخافش يا فندم، اتفضلوا دلوقتي في اوضه المكتب. العوائد سليمة لحد ما نخلص الحفلة. مين اللي هناك دول؟ جناب السفير وحرم جناب السفير. حرم جناب السفير؟ واتجوزها امتى؟ وازاي ما قالتليش؟ فتحي معلش يا خارج لسان بريء، روح تحيتي. انا هقابل المتهمين وجها لوجه. فؤاد، الله، انت ما بتردش ليه يا فؤاد؟ حضرتك بتكلمني؟ طبعا. انت بتسمع فؤاد ولا ايه؟
والله انا كان اسمي فؤاد، انما دلوقتي اسمي فخيت. سيبوني سيبوني، انتوا ماسكين لي ليه؟ عاوزين مني ايه؟ مني ابونا طلبنا على واحد من المتآمرين يا جناب السفير. على فين يا اكسلانس؟ ده انت تطلع من ايه يا اخي؟ رايح انام يا اخي، في حاجه دي هنام. هنام لازم تستنى للنهايه يا اكسلانس، دي اداه البروتوكول. الله يسدها في وشك وفي وش البروتوكول بتاعك. المتآمرين اقبضوا عليهم قبل ما يتقلب فؤاد. مش هتقدر تغرق من كده. اللحظة دي هي آخر عمرك قبل ما تبقى حاكم فيحانية يا جناب السفير. وشرفك أنا لا سفير ولا حاجة. ده حتة شمشير غلبان بيشتغل في السفارة. حياتك عزيزة شبابك. أنا كل فداك يا حبيبي. قد كده بتحبيني يا عزيزة؟ لا، أنا اللي أموت علشانك. بطل موت طبيعة واحدة. قتلوه موتوه. عندك؟ أنا بريئة، أنا ما عملتش حاجة. أرجوك ما تسلمنيش للبوليس، حرام عليك تدخلني السجن. هتروح السجن اللي أنا اخترته لك. السجن إيه؟ السجن اللي تستحق إيه؟ يا جناب السفير، يا جناب السفير، أنا طالب عفوك وسماحك. ما هو سيادتك اللي جبت لي المصيبة دي، لولا إن سيادتك أمرتني إن أعمل بروفة على البدلة الرسمية بتاعتك وقيسها بتاعتك ما كانش حصل اللي حصل. لكن والله العظيم، والله العظيم أنا تبت وحرم وندمت على ما فعلت. وتوبة بعد النوبة، لو كنت ألبس هدوم مش بتاعتي أبدا. نشان عال، يعني هدخل السجن لابس نشان. هي الحكايه ايه؟ انا مش فاهم حاجه. ولا انا. انا اتلذذت لك عن وسامي تقديرا لشجاعتك واعجابا بشهامتك، لانك عرضت نفسك للموت علشاني. بالطريقه دي افسدت مؤامره دنيئه ضد فيحان. يا فندم انا ما عملتش حاجه غير الواجب. وفي الوقت نفسه قدمت لدوله فيحان خدمه عظيمه وصفقه رابحه باتفاقك اللي عملته مع اكبر دولتين في العالم. اللي قولي من فضلك، مين الفند ده واللي جنب الست دي؟ ده الملحق الصحفي للسفارة والست بتاعته.
الخبر زي بعضه، هي متجوزه السفاره كلها ولا ايه؟